لا، الرياضة كرة القدم هي فيها كل شيء. اليوم أنا قلتها ونعودها، لم نحقق أي شيء، لم نحقق البطولة بعد، ولم نحقق الكأس النهائي تلعب على جزئيات. البطولة مازال فيها 6 جولات وكل شيء ممكن، ولكل حدث حديث. وفي النهاية سنقوم بالتقييم للسنة للموسم الرياضي، ونتكون ندوة صحفية ونقدم لكم كل ما يلزم.